متي جي التاكسي اللي قلت عليه يا اخي؟ الحين يجي خلاص ما فيك صبر؟ يا اخي هذه بنت، انت متاكد حنوصل البيت؟ نتوكل على الله ونركب معاها، اصلا ما ندفع لها. ايوه بلا شكلك اركب ورا. معليش قليل ادب. يلا حسابك 50 ريال. شوف طلعتها كيف؟ ايش اقصد بالحمارة ما تعرف تسوقها؟ ايوه لا انا يا شيخه في حراميين تعرضوا لي. ايوه ما عليك ضربتهم. شويه تديك اشتغل اشتغل. كم عندك؟ ما معي الا 5 ريال. قبل انت 5 ريال؟ عادي تسوي لك يا ما حد وصلنا بخمسه يا فارس. ايش تسوي يا اخي؟ السلام عليكم، هنا الطيب بعد الإشارة. 20 ايش اللي 20؟ يا ما معنا غير 5 ريال. والله ما عندنا الا 5. يا ايش بهم هذولي؟ والله ما ادري. اسمع وربي يا فراس، دي فكرة اذا سويناها حيوصلونا بلاش. هي تعال الحين انت متأكد انهم يوصلونا؟ ايوه يا حمار هم يوقفوا لاي حمار. شوف 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 والله المزز. على وين يا مزز؟ ما عندك اخوات انت؟ هنا عند الإشارة هنا. طيب ران. ايه يا فلوس يو يا قشطة، والله لو عندي ملعقة اكلك بيدي يا شيخ. يو فين انا؟ يا قمر الحين يعني مستحي انت؟ ها يا قمر يا قمر. مو الداشر اللي امس الحكومه طبت عليه؟ اي صح، باين عليه انه الداشر، بس ايش اللي جابه من زين؟ والله ما تدري، ممكن ربي هداه. ممكن والله، بس ايش لك نسأله؟ خلاص هو خارج نسأله. أكيد ربي تابع لك أنت صح؟ لا يا هو بدري على التوبة. إيش بك؟ إيش بك؟ صل على النبي. هو هذا استراتيجية هو ما تعرف، هو أقول لك روح المسجد وتصلي وربي يسهل عليك. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ألو وعليكم السلام ورحمة الله. والله انا شبعان، بس اذا انتم مصرين عادي اجي. خلاص خلاص حبيبي، مره ما يحتاج، انا جاي. يلا سلام. السلام عليكم. اه يا عيال انا ايش اللي بتقول عليه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل يا ولد، من اول نحكي لك. ايش بك تاخرت؟ تاي كرك لا 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 تاي كرك لا لا. الحين هذا العش اللي قلت عليه بطران، احمد ربك اذا مو عجبك انقلع. لا يدلع. يا هو شيل الليزر. ليزر يا هو يعني ايش بيسوي لك؟ هذا ليزر يسبب السرطان في العين، انت ما تدري عنه؟ لا يا شيخ بالله، مين قال لك؟ ايش اللي من قال لي يا يوسف؟ كلام معروف من زمان. طيب طيب. الغازات هذه مضرة بالصحة. لا يا شيخ، والدخان اللي بيدك ايش؟
الدخان ما يسوي شيء يا شيخ. لا يا شيخ، كاتب على العلبة يسبب الوفاه المبكر، وانت تقعد تصدق اي شيء. انا اسم جلس جدي مع حمار زيك. يا خاطري لا تضيق، الله يرضى عليك. جوال فين؟ جوالي فين؟ جوالي فين؟ ليش تشيل جوالي؟ ما شلته. لقيته في الشارع طايح خطه. ايش خلاك تشيله؟ ما ادري. خطه بس يعني. ايش خلاك تشيله؟ لا ابو انا ايش خلاك تشيله؟ انا لا ابغى تشيله. ايش خلاك تشيله؟ لا عاد تشيله. ايش بك انت غبي؟ انت ما تشوف ولا تبان اضربك؟ انا اسف ما شفتك. لا يا شيخ، قالك ما شفتني. كف خليك تشوف. لا طالع فيه كذا، لا اسوي لك كف. سمحت. نعم اخوي، ما يصير تفهم صغير بهذه الطريقه، هو راح يتعلم منك. خليك رحيم بو. طيب هو دفني، حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. والله ما كنت اعرف، جزاك الله خير. معليش سامحني. شكرا. فعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان. ألو ألو أبو يوسف؟ إيوه في شيء؟ إيوه أنا خاطف ولدك، وإذا تباع حول لي مليون ريال. مليون ريال؟ إيوه. لا خليه عندكم مع الدباع. إيه؟ إيه؟ ألو؟ دفل. هلا. طب اسمع، ايش رايك تحول لي 50,000 وتاخذ ولدك؟ لا ما ابغى. طيب 30؟ لا هذا ما يبغى ولده. طيب 500؟ 500 انا شو اجيب زي بلاش. دفل بالله. قفل والله قفل. بالله سيبوني، ايش نسوي بهذا الحين؟ يبغى فين نرمي؟ خلينا نرمي في مكان. براه. ايوه تقول لي اخبارك؟ لا الحمد لله مره ما احتاج. خميس وما لي خلق ازعل مهما تستفزوني. خميس وما والله يا خوي انا على حسب خبرتي يقول الثاني احسن. والله ما كنت ادري. تصدق والله ما ادري، حتى انا قالوا لي كذا. أعوذ بالله. لا تغلط. ايش بك؟ يا اخي اقسم بالله ماني فاهم ولا شيء. اقسم بالله حتى انا زيك والله ما فاهم ولا شيء. اسمع، ايش رايك نخطف لنا ذاك الدافور اللي جايب الاول على المدرسة؟ اي والله جبتها. امشي. يا حبيبي أنا فاضي لكم، حتى عندي مذاكرة. استحمل يا شيخ. إيش تبغون نبدأ؟ لا تشوف كيف فلوسي بالله، يا تكون فلوسك عادي تمشي. أبو مشتري بديكارد كمان. شو محفظة هذول؟ يعني هذا لو شفته ورحت اديته والله ممكن يديني مليون. روح اجي. لو سمحت. هذه محفظة الولد اللي كان معاه. محفظة الولد يا اخي. احمد ايه؟ ايه احمد؟ احمد وين المليون؟ احمد يا ولد ايه قول يا ولد وين المليون ريال؟ انا بردت على الفاضي وانت طلع معاك.
السلام عليكم. هلا هلا وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ ايوه فارس، ايش صار بالرخصة؟ قلت بتطلع رخصة مدري. والله باقي لي شيخ يومين، بعد بكرة اختباري خلاص حق الرخص. ان شاء الله تطلع. شفت امس مباراة الاتحاد؟ الله بقى يمين بالله. السلام عليكم. عليكم السلام مرة ثانية، تركب معايا تربط الحزام، معايا حزام تربطه. خلاص. ما تبغى تترفني تقعد. خلاص خلاص بلبس الحزام، ولا ما يصير غرامات. خلاص خلاص. والله انت ما تدري احد طبيبك انا، ما تدفع عني ولا شيء. خلاص مرة مسيرة بيها نفسية. جوالات ماني بايعها. ليه؟ مخالفات تدفع شيء؟ جوالي لك تدفع شيء؟ طز فيه. مخالفات احنا مخالفات قديش؟ مخالفات جوالات ما ادري. والله انت ما ادري. روح انقلع يا حبيبي، فاضي لك. يالله هذول نفس اللي كذبت عليهم ذاك اليوم، قلت اني بشتري سيارة، الحين لازم ادبر سيارة عشان لا يعرف اني كذاب. ممكن احمد؟ لا والله احمد. احمد البركة. مبروك الله يبارك فيك. عندك والله عندي مشوار خفيف. استاذنكم يلا حبيبي ما نعطلك. يلا شوفك على خير. ها خلص؟ اي والله خلص. شكرا ما تعبنا. يما خير؟ والله اني محتاج 100 ريال بس 100. تكفين امي. لا يا شيخ، صرف عند امك، انا قاعد اصرف عليك انت واخوانك، المفروض انت تديني فلوس ما تروح تشتغل قاعد. امي عاد ياخذ. شكرا يا احلى ام في الدنيا. تتكلم مع مين؟ اتكلم مع سامي. طيب. ما شاء الله مفلح. ايوه مفلح. ليه ايش هو؟ يعني ما شاء الله هذا تابع المفلح؟ يا ابوي تعرفني انا خبل ما اعرف شيء. لا يا حبيبي انت مو خبل، انا خبل يا ما اعرف تربي. لا انا ربي معك دحين ربي. خويا الحين مين حيزعلي؟ بجرب اكلم لوفي. انا بتعمل اذنك معا. ايوه الو الو لوفي، اسمع انا محتاج 500 ريال وابغى فزعتك ضروري في اقرب وقت. ابشر ابشر، تم تم من هنا حبيبي ابشر. طيب حبيبي كلمك بعد شوي. يلا يا عمار تقدر تخليني؟ ايه نحل الجوالات هذه علينا. ليش؟ وش عندك؟ ابى ابيع جوالي. كيف تبيع وانت توك شاريه؟ يا اخي خوي محتاج فلوس وانا لازم ابيع. المطلوب لا يمكن الاتصال به. طيب يا ريم مسوي راعي فزعات مقفل جوالك. يوسف تكون اسري عني، مسوي راعي فزعات مقفل جوالك. انا بعت جوالي عشان ابزع لك. ايش بك؟ السلام عليكم. السلام. السلام. الله خليه عزمنا. يهو عزمنا يهو. اي والله كنت بعزمكم بس نسيت. تفضل تفضل. يلا يلا. الله اللي قرب الحسن، لا حد يقرب. هاي حياتي. هلا يا عمري، كيفك يا عسل؟ الحمد لله بخير، كيفك انت يا قلبي؟ الحمد لله والله منيحة، وحشتيني يا كلبة. وانت اكتر يا قلبي. فينك؟ بالبيت. حسبي الله عليك يا كلبة حيوانة يا زفتة يا حقيرة. الو. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا زفتة؟ والله الحمد لله بخير، انت كيفك؟ اخبارك؟ والله تمام. فينك يا ابو؟
والله موجود، انت اللي فارق. والله انا في قسم يا ولد. ليش لو ذاك القسم؟ الو الو، هذا وقت يطفى الجوال. يا ولد ايش بك قفلت يا ولد؟ والله ما عليه يا اخي، جوالي طفى. يا جوالك طفى؟ خلاص المهم الكهرباء تبعك. سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية. سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي.